هاتي كنشوف فيكم وكنشوف البحر وكنشوف الرمله. بلاد ما يدير شي تلاحيه دابا. دابا 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 علاش يلا دابا تقدر يا سير صافي ما بغيتش لا لا نعوم الله انا ودراس المول ما تخافش. كيجاك المهرجان ديال الجمهور؟ هو مهرجان رائع، جمهور رائع. هاد 2023 داز مخيره، سيرتو دابا مع فضاله والمحمديه والجمهور ديالها وهاد صله الرحيم اللي كيديرها عبد ربي سعيد مسكير، لان شحال هادي ما لعبتش مع هاد المدينه ديال المحمديه. هاد المدينه الجميله زعما شحال هادي بزاف ديال الاعوام ما لعبتش، ودابا دار واحد الفيستيفال اللي رائع اللي كتشوف واحد النجوم كاينين، واحد التنظيم رائع. دونك نشكر جميع المنظمين اللي شاركوا وحضروا معنا وداروا لنا هذا الفيستيفال هذا، شكرا لهم بارك الله. جديد ديال سعيد مسكير موجود، عطا الله جديد هو اللي رساكي بكتافي من الصحراء طنجه الكويره من الحسيمه المضياق الى اخره، حنا كندورو الرباط محمديه كازا الى اخره. دونك هذه من تاحوا لنا الفرصه واحد الغياب ديال ثلاث سنوات كنظن، دابا تاحوا لنا الفرصه المهرجانات وحاضرين معاهم، دونك داك الشيء رائع. ديك صله الرحيم اللي كنديروا مع هذا الجمهور اللي حاضر معنا اللي كيكون معنا، دونك تشيت فرحان عبد ربي. الجديد هو هاد الفيستيفالات هادو، الجديد كذلك واحد لا شونسون اللي غادي تخرج هاد الايامات ان شاء الله قريب، غادي تخرج بالكليب ديالها بالقوام ديالها كما دا، واخا غبرت عليكم واحد شويه ولكن انا راه حاضر ان شاء الله بقوه. بسبب الغياب ديالها وما الغياب ماشي شي غياب، هو غياب فقط كما كتعرفوا كانت محبوسين واحد 3 سنين على هذا المرض الكورونا وداك الشيء. الحمد لله يلا تاحوا لنا الابواب، يلا حلوا لنا البيبان، يلا ولينا كنديروا لي فيستيفال، يلا كنبانوا. دابا واخا كندير درت واحد لا شونسون كوبي كولي اللي دازت هذه واحد عامين، ولكن جديد هو كاين حاضر هذه الايامات ان شاء الله بلو كليب ديالها بالقوام ديالها كما كيقولوا. الا ما درتيش شونسون وخدمتي عليها وداك الشيء، دابا وليتي كدير عن سينجل وخاصك تخدم عليه، الا ما خدمتيش عليه بحال ما درتي والو. واش ممكن نشوفوا سعيد شي سيكتوم جديد؟ وتحت لي الفرصه هاد الايامات كان عندي التصوير هاد الايامات في واحد سيتكوم، كان عندي التصوير كذلك في واحد فيلم سينمائي هاد الايامات، وكنعتذر للمخرجين وكنعتذر للناس اللي تاحوا لي الفرصه باش نكون معاهم. هاد الشغل ديالي اللي كيحتم عليا باش ما نكونش معاهم، وكيحتم عليا باش نكون غادي نسافر، لان غادي نسافر هاد الايامات بزاف. دونك الشكر لهم جزيل، ولكن راه كاينين الافلام اللي جايين ان شاء الله، كاينين دي سيري غادي تشوفوا في رمضان ان شاء الله من قريب، لان التمثيل عزيز عليا بزاف وما نقدرش ما نمثلش. سعيد مسكير فين تيشوف نفسه التمثيل ولا في الغناء؟ وا كنشوف راسي في الغناء ما نكذبش عليك، واخا جاتني دابا كاين انا وطاليس كنبريباريو داك واحد زيدكم اخرى ديال الخواسر ان شاء الله، لا تقدر تكون في رمضان ان شاء الله، حنا كنبريباريوها ان شاء الله. كنشوف راسي في التمثيل، ولكن كنشوف راسي التمثيل في الكوميك في الضحك، وكنشوف دابا كنشوف الغناء اكثر. الا جينا لو شوا ديال واش التمثيل ولا داك الشيء، نقول لك الغناء.